هذا المشهد من الأعلى، والذي قد يبدو على أنه مدينة صغيرة، هو في الواقع قرية سكنية أنشأتها جمعية عطاء للإغاثة والتنمية عام 2015. قرية عطاء السكنية الواقعة في مخيمات أطمة قرب الحدود السورية التركية تضم 520 وحدة سكنية لأكثر من 1000 عائلة، بهدف توفير مساكن تؤمن حياة كريمة للنازحين عوضاً عن الخيام. يميز مشروع تجمع عطاء السكني هو أول شيء أنه يعني بناء وليس من المواد يعني الخيمة وكذا، يميز أنه متكامل. يعني كيف نحكي عن متكامل؟ أنه في مدرسة تستوعب 3000 طالب، في مسجد، في مجلس محلي، في حتى عملنا نقطة أمنية فيه وهي مصور وله بوابات، في محلات تجارية، في 27 محل تجاري داخل التجمع. فنحن التجمع هو بس ليس إسكان، هو عبارة عن بيئة كاملة. قرية عطاء من المشاريع الرائدة في مجال صناعة البيئة المتكاملة للسكان، إذ أنها تخلق بيئة فعلية للنازحين ومجتمعاً مناسباً للتفاعل فيما بين سكانه وفق معايير واضحة لدى الجمعية في اختيار العائلات. وزعت بين أكثر من 20% مثقفين، حوالي 50% أسر متعففة، 15-20% عائلات شهداء وأرامل وأيتام، و 5% متفرقات. طبعاً تم أخذ هذه المعايير إلا أنه كان هناك حالة استثنائية لأهل المهاجرين من أهل دارية، تم تسكين حوالي 100 عائلة دون هذه المعايير. استطاع مشروع قرية عطاء السكنية توفير أكثر من 1000 فرصة عمل داخل القرية لأصحاب الكفاءات والخبرات وتوظيفها بما يعود بالنفع المادي على العائلات، إضافة لحرص المشروع على جانب الترفيه والتعليم لدى الأطفال ومتابعة التحاقهم بالمدرسة بعد انقطاع بعضهم جراء النزوح. بالمدرسة في عندنا مرشد نفسي في المدرسة، ونحن قلت لك حريصين أنه كل الأولاد يعني عندنا متابعة له، انه ما يصير في تسرب، انه كل الاولاد حتى اداره القريه لما يعني بنعرف انه في حدا ما مودي اولاده على المدرسه بنروح نحكي معه، انت ليش ما عم تخلي الاولاد يروحوا على المدرسه؟ شو في الاشكاليه؟ ودينا لهون سينا جو حلب، انه سينا القصف والضرب وكله، هون جينا بنلعب طابه، بنلعب هون على المراجيح، بنلعب يعني بنلعب كل شيء، يعني سينا جو حلب انه هيك من الضرب وما بنحسن نطلع نلعب مع اولاد جيران مع رفقاتي، يعني هيك هون احسن يعني من حلب، هنيك القصف كثير هون، يعني نسينا انه كان في طيران، نسينا يعني انه هون الجو هادي ما في ضرب كثير طاول. عامان على انطلاق مشروع قرية عطاء السكنية الذي حقق نجاحا واستحسانا من اهالي الداخل في فكرة رائدة من نوعها تركز على مفهوم الإحسان في التطوع وخدمة المجتمع المحلي في الداخل السوري.